رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام. إذا ادعى أحد أنه رأى الرسول في المنام استلزم تصديقه الآتي: أولا، أن يكون المرئي موافقا لصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية. الرسول على خلق عظيم، إذا رأيت بذيئا في المنام ليس برسول الله. الرسول أبيض، إذا رأيت أسودا في المنام ليس هو رسول الله. ثانيا، ألا يأمره بشيء يخالف الشريعة، لا يأمره بشيء يخالف الشريعة. إذا أمره بشيء يخالف الشريعة لا، ليس هو الرسول. يعني مثل واحد جالك في المنام قال أنا رسول الله، لا تصلي، ليس هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم.